هذا اللقاء اللي كتنظموه غرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط على قنيطرة، الهدف منها هو إبراز الدلالات العميقة ديال رأس السنة الأمازيغية اللي تم الاحتفال بها مؤخرا، وإبراز كذلك القيم الأصيلة ديال المجتمع المغربي اللي كتبان من خلال هذه المناسبة، وكتبان في الاحتفاليات، كتبان في الأطباق، وفي كذلك الأشكال يعني الفرح وأشكال التعبير عن الارتباط بالأرض، وكذلك كتبان من خلال الشعور الوطني بالعراقة التاريخية وبالعمق ديال التاريخ ديال بلادنا 1974، وكيبين أن المغرب ماشي دولة فاتية أو بلد جديد، بل هو بلد ضارب بجذوره في أعماق التاريخ. من جهة أخرى كتبعت رأس السنة الأمازيغية رسائل عديدة إلى المغاربة وإلى المغاربيين في شمال أفريقيا وإلى الإنسانية عامة، منها الرسالة الفلاحية ديال ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية من ماء وغذاء، خاصة أن الإنسانية كتجتاز فترة عصيبة في العصر ديالنا في هذا الجانب، ثم أيضا رسائل كتعلق بضرورة إعادة قراءة تاريخ المغرب للتعرف على هذا التاريخ العريق اللي هو مازال ما كاينش كما ينبغي في المؤسسات التعليمية ديالنا. ومن جانب آخر هناك رسالة تتعلق بلا توبونيمي أو بالتوبونيم، يعني أسماء الأماكن في المغرب. فلما كنتكلموا على الأرض والارتباط بالأرض، فالأرض عندها واحد اللغة كترتبط بها، هي اللغة الأمازيغية الأصلية، وهناك أسماء أماكن اللي تم تحريف ديالها وتم أيضا تغييرها، الشيء اللي كيستوجب الآن أنها يتم الاستعادة ديالها بهذه المناسبة. وهكذا كيبان أن رأسنا الأمازيغية مناسبة مليئة بالدلالات والرسائل الهامة. الحسن رئيس لجنة التجارة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا، رئيس لجنة محلية بسلا ونائب رئيس النقابة الوطنية للتجار المهنيين على الصعيد الوطني. هذا اليوم اللي فيه هذا الندوة، اليوم الدراسي اللي فيه الندوة، جاية من بعد واحد السهرة حول السنة الأمازيغية. هذا كلهم بما أن الملك محمد السادس اعتراف بالسنة الأمازيغية ولا رسمي وعطلة مؤدة عنها. المغرب كلهم تتعرفوا ان كل شيء كيولي كيحتفل بهذا راس السنه اللي هي مغربيه، لان كنعتبروها فلاحيه امازيغيه، هي في حد ذاتها كلها مغربيه، لانها كل شيء كيحتفل بها من قبل. الشاويه كيديروا حاجوزه، وكل منطقه شنو كيديروا. اذا الاحتفال بالسنه الامازيغيه راه ماشي جديد، ولكن الاعتراف دابا بالسنه ويوم عطلة مؤدعا هو الجديد في هذا سميتو. والغرفة أنا عضو فيها، رسأت أنها هي تحتفل لأول مرة بهذه السنة الأمازيغية كسائر المؤسسات اللي احتفلت بها. ودرنا هذه الندوة لأن ما أحوج الندوات، لأن الاعتراف بوحده بدون ما نعرفه فين جات السنة وكيفاش الدلالات ديالها كيبقى ديما حرفي، ماشي بصح ان الندوات تفسروا لنا على شهاد على السنه الامازيغيه وكيفاش غتولي عطله مؤدعا عنها كما قال صاحب الجلاله. ولا دابا تساؤلات كثيره والاجابه ديالهم هي في هاد الندوات اللي كيداروا. والغرفه ارسات انها دير ندوه، ومن بعد النهار 31 غتكون سهره بمسرح محمد الخامس لتكميل هذا الاحتفال بالسنة الأمازيغية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.